انتبهوا عليه طلاب. بالنسبة لللور، اللور مثل ما قلنا البرنسبلز مالته موجودة يمكم، ممتلكم إياها، وأغلبها تشبه الأبر. الشيء الوحيد اللي راح تشوفون به اختلاف هو طريقة رسم الميجر كونكتر. بنبدي باللور، تكون التراسمة طبعا 2D، وتجي بعدها تخطط على الكاست. هذا اللاين بايسكتنج درج، تمام؟ هذا لاين بايسكتنج درج. تجي بعدها اقطع. حمود طلاب ليش واقفين هناك؟ تعالوا. تعالوا عندي مستريشن احمد، تعالوا. اي عشتك. طلاب تعالوا عندي مستريشن. اقطع الكلام. لام بايسكتنج ذا ريدج، اكيد راح يجي الجريد وورك البوكل بوردر مالتها تكون جاست بوكل تو ذا لاين بايسكتنج ذا ريدج، تمام؟ عبر هذا ما توصل لنهايه الريدج، توصل تقريبا ثلاث ارباعها هنا وتوقف بهالشكل هذا. اوكي، بالنسبه للينجوال سايد مالتها حتكون 2 ملم لينجوال تو ذا لينجوال سايد اوف ذا توث. نفس الشيء تجي تخط اللينجوال بوردر مالتها بهالشكل هذا. اوكي، ايش حيكون بيها؟ حيكون بيها ستوبر. الستوبر تخليها على شكل علامه بنهايه الجريد وورك. انتهينا من هاي الجريد وورك، نجي على البروكسيمال بليت. بروكسيمال بليت احنا قلنا تظلل كل الكونتاكت اريا. لو كان عندك الكناين راح تظللها على شكل مثلث، ليش؟ هي الكونتاكت اريا مثلثه، تمام؟ هاي كلها ماخذيها بالابر تقريبا نفس الشيء. عندك السنجل ام ريست. السنجل ام ريست مثل ما قلنا انه تظلل لي كل او تظلل نص الكناين بهالشكل هذا، وتحاول انه توصل السنجل ام ريست بالبروكسيمال بليت لان كلهم قطعه معدنيه واحده، فتظلل لي نص السن وتبقى ماشي ويا البروكسيمال بليت. بالرسم افتهم انه انت ظللت لي الكناين، وافتهم انه ذني قطعتين ما دام مخليها على البروكسيمال بليت، الكونتاكت اريا كلها مظلله ونص الكناين مظلل، اني افتهم انه ذني قطعتين، قطعه سنجل ام ريست وقطعه البروكسيمال بليت، تمام؟ الاي بار. الاي بار مثل ما قلنا يمشي ويا اللونج اكسس اوف ذا توث بالميزيال سايد مال بوكل سيرفيس بهالشكل هذا، والخط الاخر يطلع من الجريد وورك على بعد سن تخيلي ويلتقن اثنيناتهن بهالشكل هذا. هذا الاي بار مال الكناين. تشوفون شلون عوجت الاي بار حتى يكون ويا اللونج اكسس اوف ذا توث، يعني الكناين هو اصلا ميجيالي درفتد. اوكي زين، راح نرجع على الصفحه الاخرى، راح نرسم الجريد وورك بنفس الطريقه. جاست بوكل تو ذا لاين بايسكتنج ذا ريدج، الطول مالتها 3 ارباع المسافه، لينجوالي تكون 2 ملم لينجوال تو ذا لينجوال سايد اوف ابوتمنت، توصل بين الخطين ذني، انتهت الجريد وورك. هذا الستوبر مالتها. ترى بس الستوبر شويه يعني. هاي الستوبر. اوكي. هاي الستوبر. بنهايه الجريد وورك الفري اند اللور تخلي نقطه. هاي تعتبر بس اللور فري اند. لور فري اند، لور باوندد ما بيها. ماشي؟ راح نجي على البروكسيمال بليت، هذا بريم ولا. فالبروكسيمال بليت مالته حتكون مستطيلة، تمام؟ الستوبر راح يكون على مود يكون اكريليك فولو ذا اكريليك بلو، بالضبط، حتى تفوت اكريليك جوا الجريد وورك بلو ذا جريد وورك وبس باللور، بالابر ماكو. زين، هنا عندي ميزيال ريست. الميزيال ريست اخذناه احنا بالابر وعلمناكم انه من عندك ميزيال ريست تظلل لي كل الميزيال فوسه. ميزيال فوسه تكون مثلثه
اظللها بهالشكل هذا. دائما تحاول تخلي التيب مال القلم تنزل حتى كل السن او كل المنطقه اللي انت تسوي جواها ريست تظلل. اوكي، تجي على اي بار نفس العمليه، ميز يلي شويه ويا اللونج اكسس اوف ذا توث ينزل على اللثه بالشكل هذا عمودي، وهذا الخط الاخر يطلع على بعد سن ويلتقن اثنيناتهن. دائما تخلي تحاول تخلي الزاويه مو حاده راوند حتى لا يصير انترفيرنس ويا تشيك. انتهينا من ندور الاندايركت ريتينر. طبعا انت مكمل الديزاين على الورقه، راح تلقي انه هاي يراد لها اندايركت ريتينر على كل الاسنان. تمام، فش تسوي من نفس الريست تمشي خط سكالوب شيب على كل الاسنان الانتيرير. هذا كله يعتبر اندايركت ريتينر لهاي المنطقه الاخرى، هاي الفريند اكستنشن. تمام، الاندايركت ريتينر مال هاي الصفحه راح يكون كناين اكستنشن. تمام، بس انا ما راح اسوي كناين اكستنشن لان هي اصلا راح تكون بليت، فراح يكون سنجل ام ريست مو بس كناين اكستنشن. ليش؟ لان كل الاسنان الانتيرير مغطيها، فليش اسوي كناين اكستنشن وهنا ريستات بوحدها؟ ومبدئيا هذا الميجر كونكتر هو لا لينجوال بليت. اوكي زين، ايش عندي بقى؟ يا هو اللي طايف يا عنصر اللي بقى طايف بلا ربط. هذا الريست مربوط بالبروكسيمال بليت، البروكسيمال بليت مربوطه بالجريد وورك. اذا هنا انا ما عندي اي شيء مفصول، كل اللي بقى عندي انه هذا الريست مرتبط من هنا بالبليته ومن هنا ما مربوط بالبروكسيمال بليت. اوكي، فشلون اربطه؟ ما اسوي ريليف، اجي على اللينجوال سايد مالته وارسم خط بهالشكل هذا. شو الربط؟ ادي البروكسيمال بليت ربطت بهذا الريست، الريست الربط بالسكالوب شيب او الاكستنشن مال لينجوال بليت. خلاص الديزاين كماينر كونكتر وكسبورت وريتينشن كومبوننتس. اوكي، ايش بقى عندي؟ بقى عندي ارسم الميجر كونكتر. اتفقنا انه اي فري اند اكستنشن لور يكون الميجر كونكتر مالتها مرتبط بالجريد وورك بفيرتيكال فينيشنج لاين. راح نجي نرسم الاف شيب. الاف شيب بهالحاله يرسم من الانتيرير بوردر اوف جريد وورك، هذا الخط يطلع بهالشكل هذا، هذا الاف شيب. وين الخط الثاني مال الاف شيب؟ هذا اللي انا رسمته اصلا. ليش؟ لان هاي لينجوال بليت، وهسه راح اعلمكم على الاف شيب مال لينجوال بار ورا هاي الكيس. زين، هاي الجريد وورك ايضا اطلع بس من عندها خط انتيرير لي بس بدون صوت. اوكي، بهالشكل هذا. وهذا الاف شيب اللي يكون الخط الاول جوه والخط الثاني يعتبر نفس هاي السنجل ام ريست. اوكي، راح اجي اربط الخطين اللي طلعن من الجريد وورك بخط يعبر الكاست. اوكي، هذا شكل اللينجوال بليت تشوفون. هذا لينجوال بليت. اوكي زين، راح تجون وتسالون وين الفينيشنج لاين. الفينيشنج لاين بما انه هو فيرتيكال، حسين اريد ماركر ذاك البرتقالي بلا زحمه عليك. هذا طلاب انتبهوا على الفينيشنج لاين، ايش حظ اللون؟ هاي شكرا حسين. الاف شيب تذكرون بالابر شنو نظلل؟ شكرا حبيبي. تذكرون بالابر شنو نظلل؟ انتبهوا على الفرق بين الابر واللور. الابر شنو نظلل بهالشكل هذا، انتبهوا عليه طلاب.
الفري اند مال الابر نظله بهالشكل هذا دا يمشي ويا الجريد وورك بشكل طولي فصار هوريزونتال بينما هذا لا هذا هوريزونتال هوريزونتال لانه دا يمشي بالمستوى الافقي بالنسبه للجريد اوكي الفيرتيكال لانه دا يمشي بمستوى عمودي صار فيرتيكال لا على حق البيشنت البيشنت شلون واقف هذا اللور مو حيلبس بهالشكل هذا شلون الفينش لاين مالته فيرتيكال اوكي الأفر مو حيلبس بهالشكل هذا شو المستوى مالته هوريزونتال على البيشنت مالك علاقه بالكاست اذا هذا فيرتيكال فينيشينج لاين تظلل لي هاي المنطقه باعتبارها هي الفينيشينج لاين يعني افشه الافشه بنفسه تظلله على شكل خط بغير لون او نفس الطوخ لياه يعتبر هذا هو الفينيشينج لاين هذا واحد هذا واحد واللي هو فيرتيكال فينيشينج لاين اوكي هذا خليه يمشي عليكم